وزارة الداخلية منعت آنيا اليوسكا العاهرة البولندية تجي على لبنان. هيك تضحك. شو تضحك؟ لا مزبوط منعتها. لا مزبوط منعتها وزارة الداخلية. لا القصة مزبوط. لأنه بدها تفوت بموسوعة جينيس بوك. لأنه هي أكثر سيدة بالعالم مارست الجنس مع الرجال. السؤال هو ليه تضايقت من منع أنه تفوت على لبنان؟ هل لأنه كنت حابب تكون الرقم 100,000 أو بس لأنك متعاطف مع بولندا وشعبها؟ لا لأني متعاطف مع بولندا وشعبها.